يوم الثانين الماضي تولى قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاجة للمرة الثالثة قيادة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية والكورال المرافق بحفلة على مسرح الأوبرا بالشامة. مثل العادة البرنامج كان منوع بين أعمال الحاجة الخاصة وأخرى لموسيقيين معروفين، بالإضافة لمدلي مخصص لصباح وزكي نصيفة ونصر شمس الدين. الزميلة روان الزعبي كانت حضرت البروفا الجنرال اللي سبقت الحفلة، حيث أجرت مقابلة مع أندري الحاجة، وكانت موجودة كمان ليلة السهرة لتنقل أبرز الأجواء. ما بتعني لي وين ما اكون باي مسرح بالعالم العربي، بس هون لها هيك خصوصيه اكثر، رمزيه اكثر، لانه بحس الناس بتعرف الاعمال اللبنانيه. انا بحس حالي ببلدي هون من اول امسيه جيت بال 2019 مع المغنيه كارلا رميا، حسينا الناس بيعرفوا الاغاني اكثر منا، وانا بعرف منيح انه السوريين الرحاب لهم، ونصر شمس الدين وكل هالعائله اللبنانيه اللي عندنا بيعتبرون لهم. من هيك ما في اي فرق، كانت اول امسي او الثانيه او هلا الثالثه، بتحملك مسؤوليه اكثر. وانا هالسنه موسيقيا قويت البرنامج موسيقيا، عم بحكي عن بعرف الاوركسترا الوطنيه السوريه مستواها عالي جدا. اي كونتاكت بروح اي بلد بدي اي اوركسترا بيستفيد من نبض الاوركسترا، من نفسها، من اذا بدك من الهويه، هويه الموسيقى اللي بتقدمها. ونفس الوقت الموسيقيين بيستفيدوا من الملاحظات اللي عنده اياها خبره الكونتاكت اللي بروح او قائد الاوركسترا غير محلات، يعني هو الاستفاده متبادله.
عم بحكي مش كعازف، العازفين جيدين جدا، ولبنان بيعرفوا منيح، الموسيقيين اللبنانيين بيعرفوا منيح، الموسيقيين السوريين ممتازين. الأهمية إنه يكون في إذا بدك أول شيء مثل ما قلت الهوية، وفي يكون في أنسامبل، يعني في مجموعة صح، وهذا موجود هون، وهذا الأهمية الأوركسترات، إنه يكون في مجموعة يكون بسموها مدرسة، يعني مدرسة. من هيك أنا بقول هون في مدرسة سورية كأوركسترا أو كفرقة وطنية، ونفس الوقت في الهوية. مش من زمان حكيت أنا اليوم السبعة تلفزيون لبنان عم بقول لهم مش بس إنه في هوية موسيقية، هاي الأوركسترا ناضلت طول فترة الحرب، كانت عم تناضل وتضل ثابتة إنه تقدم موسيقى. البرنامج أنا اخترته وأخذت كمان ملاحظات المايسترو فتح الله إنه شو ممكن نعمل كمان شيء يكون مشترك سوري، لأن أول أمسية عملتها أنا كانت كلها لبنانية، لا قصدت سنة يكون في شيء خاصه بسوريا. من هيك قدم لي قطعة مقطوعة موسيقية له بعنوان عاطفة، نفسها واضح إنه يعني بيشبه أرض الشام، وموشح مش قلت لما غبت عني رائع، من أروع الموشحات اللي موزعة كمان مايسترو فتح الله. بالنسبة لبيروت نحن رجعنا نستأنف شغل الأوركسترا، نوقفين بسبب الظروف، وعم ينحكى عن معي إذا عن شغلي أنا، حكى معي عن كندا، ممكن يكون في تونس، بس الأوضاع وقفة كلها هلأ تقريبا، لا نشوف شو بصير، ممكن يكون في عمان، يعني شريعة وقفة. اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغير، I'm not.